بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامذتي وقراء صحيح وشراحي أبي الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب 26، كتاب الوصية، وفيه 6 أبواب. والوصية مفردها مفرد وصايا، جمعها وصايا، ومفردها وصية، وهي شرعا تصرف لما بعد الموت. الإنسان يتصرف في ماله في حال حياته بالبيع والشراء والهبة والهدية والصدقة، مش كده برضو؟ دي سائر تصرفات الإنسان في حال حياته. أما لو تصرفت في مالي ولكن لا ينفذ هذا التصرف إلا بعد وفاتي يسموها وصية. يبقى الوصية تصرف ولكن ينفذ بعد الموت، يبقى تصرف في حال الحياة على أن ينفذ بعد الوفاة. فهمت بقى إزاي؟ يبقى الوصية هي تصرف في المال لما بعد الموت. يعني ما زال الإنسان له سلطان على ماله حتى بعد وفاته؟ آه، بالوصية. فهمت؟ لأن الإنسان المفروض طالما مات خرجت إيه؟ سلطانه على ماله، لأنه بقى ميت. الميت ليست له ذمة مالية، مش كده برضو؟ لا يملك، يخرج من ملكه. لكن ما زال في حال وفاته له سلطان على ماله إذا أوصى في حال حياته. فهمت إزاي؟ والوصية اتفق المسلمون على أنها إن كان له وارث فلا تزيد عن الثلث، بالإجماع. إن كان له وارث لا تزيد عن الثلث بالإجماع. طب إن لم يكن له وارث، هل له أن يوصي بأكثر من الثلث ولو بماله كله أم لا؟ مذهبان. فهمت بقى؟ يبقى أجمعوا في من له وارث ألا يوصي أقصى حاجة ثلث ماله. واستحبوا أيضا إذا كان الورثة فقراء ألا يصل للثلث، يوصي بالربع، بالخمس، بالعشر، إذا كان سايب أولاده فقراء، وراثته فقراء، يعني ما يوصلش للثلث، وأنه يصل للثلث إذا كان وراثته أغنياء. واضح؟ كان سيدنا علي يحب إيه؟ يوصي بالربع ويوصي الناس بالخمس. لما حد يقول له عايز أوصي يقول له خلي الخمس كويس، ما يقولوش التلت. فهم؟ ليه؟ حتى يذر ورثته أغنياء. إن لم يكن له ورثة، هل له أن يوصي بماله كله؟ يعني له سلطان على كل ماله إن لم يكن له وارث أم لا؟ فهمت بقى المسألة؟ مذهبان. ذهب الأحناف إلى جواز الوصية بكل المال إن لم يكن له وارث. واضح؟ طالما ملوش ورثة ممكن يوصي بماله كله للرفق بالحيوان، لجمعية تحفيظ القرآن الكريم، أي جهة من الجهات، أو لجاره اللي خدمه وقت مرض وفاته، أو أي شيء من هذا. فهمت بقى؟ له أن يوصي بماله كله. ده من مذهب الأحناف. الشافعية قال لك لا، برضه تلت ماله. طب والتلتين يروح فين يا شافعية؟ يروح بيت مال المسلمين. فهمت؟ يبقى الشافعية ومن وافقهم قالوا حتى لو لم يكن له وارث فالوصية لا تزيد عن الثلث بأي حال. فهمت بقى المسألة؟ الأحناف قالوا لا، لو لم يكن له وارث فله سلطان على كل ماله. فهم؟ فلو أن يتصرف فيه كيف شاء. وشرعت الوصية ليجبر الإنسان نقص عمله في حال حياته فيعود إليه ثواب عمله بعد وفاته. ده حكمة شرعية الوصية. فهم؟ لأن الإنسان ممكن في حال حياته يبقى عنده نوع من الشح، مش عايز يتصدق كتير، عامل حساب وعايز يدخل في مشاريع،
عايز يشتري حاجة، يغير العربية، يتجوز جوازة جديدة، يجوز العيال، يحج السنة الجاية، يعني مشاريع كتيرة في ذهنه طالما عايش. فيقول لك خلي الفلوس دي نبقى ايه، نصرف منها لما نحتاج حاجة زي دي. فيبقى عنده نوع من الشح يعني الصدقة في حال حياته، بسبب عنده أمل انه يعيش. لكن فده يؤدي إلى التقصير في الصدقة. أم الشرع قال له إيه؟ طب أوصي بقى بعد وفاتك، أديك أنت مش هيبقى ليك حاجة، مش هتروح ولا تيجي، مش محتاج مصاريف. طب توصي بجزء من مالك ينفذ بعد وفاتك ليعوض ما فاتك من الصدقة في حال حياتك. فاهم؟ فجاءت تعويضا للإنسان من الشح الذي يشعر به ويمنعه من الصدقة في حال حياته. فهمت بقى المسألة؟ فدي من باب الحكمة الشرعية، أن ياخد جزء من مال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ يقول ابن آدم مالي مالي، فهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. تصدقت دي بقى إيه؟ هنا جت الوصية. فهم؟ عشان يبقى له جزء من ماله ياخده معاه في الآخرة. وهي مقدمة في القرآن على الدين، وإن كانت في الأداء تؤخر على الدين. يعني ربنا بيقول في الإرث من بعد وصية يوصي بها أو دين، فجاب الوصية الأول وبعدين جاب الدين، في حين أن الدين يؤدى أولا قبل الوصية، مش كده برضو؟ طب وليه ربنا قدمها في القرآن في الذكر بالرغم أنها مؤخرة في الأداء؟ يعني الدين يقدم في الأداء على الوصية، لأن حق الآدمي أولى أن يؤدى، لأن الوصية حق لله، لأنه نوع من الصدقة، والصدقة تبقى إيه؟ لكن الدين حق للآدمي، وحق الآدمي مبناه المشاحة، وحق الله مبناه المغفرة، لأن ربنا غني. يبقى بالتالي أنا لو أوصيت بجزء من مالي وعلي ديون تستغرق مالي كله، أنفذ الوصية ولا أسدد الديون ومش مهم الوصية؟ أسدد الديون ومش مهم الوصية. فهمت بقى إزاي؟ ولكن القرآن قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، قدمها في الذكر لتهاون الناس فيها، حتى لا يتهاون الناس فيها، فقدمها في الذكر لأن تملي الناس تهتم بالدين تأديه لأن له مطالب، إنما الوصية ملاش مطالب، وبالتالي ممكن تتهاون الناس فيها، فحتى لا يتهاون الناس فيها قدمها في الذكر، وإن كان الدين مقدم في الأداء. فما بعد الدين والوصية وتجهيز الميت المتبقي يسمى إرث. فالإرث ده اللي بيوزع بقى إيه؟ بالأسهم الإرث، كما درسناها في علم المواريث اللي هو علم الفروض أو الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 91 بعد 204,000. قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فهنا الحث على كتابة الوصية. طب هذا الحث على كتابة الوصية للوجوب أم للندب؟ يعني هل كتابة الوصية مندوبة أم واجبة؟ الراجح عند الشافعية أنها مندوبة ولا تجب إلا إذا كان عليه ديون، وكذلك عند الجمهور. فالوصية مندوبة يعني مستحب أن أنا أوصي، طالما ليس علي ديون يستحب أن أنا أوصي، لكن لو علي ديون يجب أن أنا أوصي حتى أبين ديوني، حتى يستطيع ورثتي أنهم يسددوا الديون عني من مالي. واضح؟ يبقى الأحاديث الواردة بالحث على كتابة الوصية تحمل على الوجوب لمن عليه ديون، وتحمل على الاستحباب لمن لا دين له. فهمت المسألة؟
وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أنهما قال وله شيء يوصي فيه ولم يقول يريد أن يوصي فيه. وعن أبي قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية كلاهما عن أيوب حاء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله، وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه، إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيه كرواية يحيى بن عن عبيد الله. وعن أبي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن أبي قال وحدثنيه أبو الطاهر وحرملته قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث. باب الوصية بالثلث، هنا بيبين لك قدر الوصية، أقصى قدر الوصية الثلث. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، اللي هو سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص مرض في حجة الوداع مرض شديد، خاف أن يموت فيه، فالنبي ذهب يعوده في هذا المرض. قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، قاربت منه على الموت، أشفيت منه على الموت يعني قاربته، يقول لك شفى حفرة من النار يعني قرب حفرة من النار، طيب أشفيت يعني قاربته. فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. الثلث والثلث كثير يعني أكثر حاجة يعني. إنك لي بقى، إنك هنا يعني لأنك، يعني كأنها تعليل، لي خلاها الثلث والثلث كثير، أي كأنه يقول لحكمتي إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، عالة يعني فقراء يعني يحتاجون من يعلهم، دي عالة، يتكففون الناس يعني يمدون أكفهم للناس يسألونهم، يعني يتكففون يعني يسألون الناس بأكفهم. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. يعني دل على أن النفقات الواجبة والمعتادة الإنسان بنيته يأخذ ثواب فيه، يعني الإنسان عادي في العادة والعرف انه ينفق على زوجته ويطعمها وينفق على اولاده ينفق على نفسه، لو نوى بذلك وجه الله ياخذ ثواب فوق ثواب انه واجب شرعي كمان، يبقى ايه النية مهمة. حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي، يعني هل انا
هقعد هنا في مكة وما اعرفش ارجع المدينة، دار هجرتي بسبب المرض ده، واموت يعني هنا، اخلف بعد اصحابي. بيسألوا على امر ايه غير يهو، وعارف ان النبي وربنا بيوحي اليه، فبيقول النبي اخلف بعد اصحابي، يعني انا همكث هنا في مكة واموت فيها ولا اموت في دار هجرتي، لان كان الصحابة اللي هاجروا ما يحبوش يموتوا في دار الدار اللي هاجروا منها، يحبوا يموتوا غرباء في دار غير دارهم فيأخذوا ثواب الشهيد. يعني اللي بيموت في دار وهو غريب يأخذ ثواب الشهيد، عشان كده ابن السبيل لما يموت يأخذ أجر شهيد لأنه مات في غير داره بأي موتة. فهم كانوا عايزين ايه؟ مش عايزين يموتوا في الدار اللي هاجروا منها، عايزين يموتوا في الدار اللي هاجروا إليها. فعشان كده سيدنا سعد بيسأل، قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف، يعني تتأجل لسه هتخف يعني، ودي من علامات النبوة، حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وبالفعل عاش سيدنا سعد بن أبي وقاص مدة طويلة، وحضر الحروب والغزوات، ودخل على يديه كثير من الناس في الإسلام، ومات على يديه كثير من الكفار في القتال على كفرهم، وحكم في الكوفة وفي العراق، وكان يقضي حوائج الناس فيحكم على الظالم ويعطي للمظلوم، فيبقى ضر ناس وإيه وانتفع به ناس، كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من علامات النبوة، إخبار بالغيوب. هو ده، هو ده سعد بن أبي وقاص أيضا، اللي هو مستجاب الدعوة. إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني معناه إن الإنسان طول العمر للمؤمن كرامة وبركة. ليه؟ لأنه بيزداد أعماله الصالحة، فخيركم من طال عمره وحسن عمله. كل ما أنت عايش أديك بتزداد أعمال صالحة، يجي عليك رمضان تصومه، يجي موسم حج تحج، تيجي فرائض بتصليها، بتقضي حوائج الناس، بتدعو للمسلمين، بتسبح، بتذكر الله، كل دي خير، تتصدق. وعلشان كده خيركم من طال عمره وحسن عمله. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخر. اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. بيدعي له أن ربنا يمضي له هجرته، يعني لا يموت في غير دار هجرته. اللهم أمض، يعني أتم لهم، لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، سعد بن خولة اللي هيموت هنا، سعد بن خولة كان عيان برضو، قال له لا بس سعد ده شكله كده هيموت هنا، وده برضو من علامات النبوة. وسعد بن أبي وقاص عي، سعد بن خولة عي، فبإيه بيقول لكن البائس، يعني الضعيف الإيه المسكين كده يعني. سعد بن خولة قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان. أصل سعد بن خولة هجر الهجرة إيه؟ هجر الهجرة الثانية للحبشة، فهمت؟ وبعدين بعد كده جاء المدينة وحضر بدر، وبعدين مات في مكة بعد كده. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الحفاري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد. عامر ده ما كانش لسه اتولد ساعة ما كان مريض، ما كانش سايب الا ابنه، بعد كده تزوج سيدنا سعد
وانجب اولاد كتير بعد كده. عامر بن سعد عم سعد اللي هو سعد بن ابي وقاص، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه، ارمي سعد في دك ابي وامي، وكان يقول ايه، هذا خالي فاروني من خالكم، كان ايه يعني النبي يعني يتباهى به. وكان مستجاب الدعوة. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني، فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة، غير أنه قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. وعنه بي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال. يبقى مرة قال لك إيه عامر ومرة مصعب، أولاد سعد هم. قال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت حيث شئت، فأبى. قلت فالنصف، فأبى. قلت فالثلث، قال فسكت بعد الثلث. قال فكان بعد الثلث جائزا. وعن أبي قال وحدثني محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر، فكان بعد الثلث جائزا. طب إذا أوصى بأكثر من الثلث تنفذ الوصية في الثلث وما زاد عن الثلث بإذن الورثة، فإن أذنوا ينفذ. افرض واحد ما يعرفش الحكم فأوصى بثلثي ماله وما كانش يعرف ان الثلث اقصى حاجة وكتب الوصية ثلثي ماله، نعمل ايه؟ ننفذ الوصية في الثلث ونستأذن الورثة فيما زاد. نقول لهم ايه رأيكم، ابوك وصى بثلثي ماله، موافقين فيما زاد عن الثلث؟ قالوا موافقين، خلاص تتنفذ كلها. قالوا مش ويبقى خدوا ثواب الصدقة مع ابيهم، لان كان الثلث ازاي اللي زاد عن الثلث كان يعود اليهم، فهم ايه اجازوا والدهم في صدقته كانهم تصدقوا ايضا بجزء من ارثهم، فهمت؟ فاذا يبقى ينفذ ما زاد عن الثلث باذن الورثه، باذن الورثه. وعن أبي قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمالي كله، أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالنصف؟ قال لا. فقلت أبي الثلث؟ فقال نعم والثلث كثير. وعن أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، قال ما يبكيك؟ فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا ثلاث مرار. قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس وقال بيده، يعني أشار يتكففون الناس، يعني أشار بيدك، وهو بيقول كلمة يتكففون يعني أشار بيدي على هيئة السؤال، يعني يبقى قال بيدي يعني أشار بيدي، لأن قول اليد الإشارة كده برضو، قول اليد هو الإشارة. وعن أبي قال وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود بنحو حديث الثقفي. وهنا يستدل الإنسان من فعل سيدنا سعد
انه يستشير اهل الخبرة واهل الصلاح قبل ان يقدم على امر، يستشير اهل الصلاح واهل الخبرة. هو كان يريد ان يتسبق بماله وفي مرض يظن انه حيموت فيه، فاستشار النبي، فالنبي اشار اليه بما فيه الفائدة. يبقى ايه؟ ما خاب من ايه؟ من استشار. فالاستشارة امر مطلوب، ان الانسان برضو ياخد رأي ايه يعني في حالة زي دي، يستشير مثلا واحد صديقه يكون عنده علم وصلاح، يستشير مثلا اهل الصلاح، يستشير شيخه وهكذا، مش يمشي بدماغه. كل واحد دلوقتي عايز يمشي بدماغه، وده خطأ. الصحابة ما كانتش تعمل كده. فالانسان ما خاب من استشار وما ندم من استخار. يعني الواحد يستشير ويستخير علشان يتلمس الايه؟ الصواب. وعن ابي قال وحدثني ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكة فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده بنحو حديث الثقفي. وعن ابي قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم، ده سعد بن مالك، كلهم يحدثنيه اللي هو سعد بن مالك ولا سعد بن ابي وقاص؟ ما هو ابي وقاص ده كنية ابيه، ابو وقاص اللي هو مالك، خدت بالك؟ كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه. فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري. وعن أبي قال حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، ده ابن عباس بيوصي، يعني يقول ما يعني ما فيش ده انك توصي بأقصى حاجة النبي سمح به، قلل شوية لمصلحة الورثة. لو أن الناس غضوا يعني نقصوا قللوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، وفي حديث وكيع كبير أو كثير، الثلث كبير يعني مكان كثير. والله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل إن شاء الله غدا بقية كتاب الوصايا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.